Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble un exemple de devoir surveillé destiné aux premières années du collège, opération sur les nombres, écriture fractionnaire des nombres. Faites la vidéo, غادي نصحو نموذج امتحان الفرد الأول مادة الرياضيات. Alors, la première question, calculez les expressions suivantes. A égale 4,6 moins 2,6 plus 0,2. Donc, on a cette expression A, je répète, 4,6 moins 2,6 plus 0,2. Donc, le qaïda kesgoulina. Dans un calcul sans parenthèse, contenant uniquement les additions et des soustractions, ou bien des multiplications et des divisions, on effectue les calculs de gauche à droite. يعني إلا عطونا أو القاعدة كتقول لنا في واحد الحساب اللي هو جبري بدون أقواس بحال الحالة اللي عندنا هنا بدون أقواس كيتوفر لنا فقط على عملية الجمع والطرح أو القسمة والضرب كنجزو العمليات من اليسار إلى اليمين حسب الترتيب دونك هنا A تساوي غادي نحسبو في الأول هاد العملية اللي هي عملية الطرح إذا 4.6 ناقص 2.6 تساوي 2 زائد 0.2 إذا A تساوي 2.2 Je passe à la deuxième expression. B égale 36 divisé par 6 multiplié par 4. Donc B égale. هنا عندنا تعبير جبري بدون أقواس كيحتوي لي على القسمة والضرب. دونك الأسبقية عفوا كنجزو العمليات من اليسار إلى اليمين. إذا غنقوم بالقسمة هي الأولى 36 مقسومة على 6 تساوي 6 في 4 إذا ب تساوي 24 Troisième expression c'est C C égale 5,7 plus 2,3 multiplié par 4 Donc هنا كنلاحظو عندنا في هذا التعبير عملية الجمع ثم عملية الضرب دونك القاعدة كتقول لنا pour effectuer une suite d'opération sans parenthèse لاحظوا هنا عندنا واحد لا سويت ديال العمليات عندنا الجمع والضرب sans parenthèse ما عندناش الأقواس on commence par la multiplication et les divisions. Donc, هنا غتكون عندنا الأسبقية للضرب. Alors, C égale 5.7 زائد. غنحسبو هاد العملية ديال الجودة هي الأولى. 2.3 إلى ضربناها في 4 هي 9.2. ومن بعد نحسبو عملية الجمع. Donc, C égale 5.7 زائد 9.2 تساوي 14.9. Maintenant, on passe à l'expression D, 6,2 plus 6,5 multiplié par, entre parenthèses, 3.2 + 1.8. Alors, non, je corrige, 1,8. Il est qu'il y a, il est qu'il y a, il est qu'il y a, عملية الجمع, عملية الضرب, ثم عملية الجمع بين قوسين دونك القاعدة كتقول لنا دون ان كالكول افيك بارونتيز
بحال هنا عندنا في واحد الحساب بأقواس. On effectue d'abord le calcul entre parenthèses. الأسبقية غتكون لنا هنا اللي ما بين قوسين. On commence par les calculs situés à l'intérieur des parenthèses. Alors, باش نحسب هنا D. Regardez bien. D. 6,2 plus 6,5 multiplié par entre parenthèses 3,2 plus 1,8. Alors, l'asbaqiya, il m'a bien qawsayn. D égale 6,2 plus 6,5 multiplié par. هاد المجموع هذا يساوي 2 مع 8 10 نكتب 0 ونحتفظ ب 1 3 زائد 1 4 زائد 1 دونك هي 5. د تساوي هنا عندنا عمليه الجمع ثم عمليه الجداء كيف شفنا قبيله غتكون الاسبقيه الى الجداء. اذا 6.2 زائد هذا الجداء يساوي 32.5. اذا د تساوي 38.7. يكفي انني نطبق القاعده اللي عشفت في الدرس. Je passe à la deuxième exercice. Calculez avec deux méthodes différentes. هنا قال لنا نحسب بطريقتين مختلفتين. عطاونا l'expression A égale 3 entre 3 entre parenthèse 8 moins 6. هنا غنحسبو بطريقتين مختلفتين. عندنا الطريقة الأولى نحسب ما بين قوسين هو الأول، دونك 3. نتابعو هنا ملي يكون عندنا القوسين وما عندنا والو هنا يعني راه عندنا الضرب. أولا غنحسب ما بين قوسين، 8 ناقص 6 تساوي 2، دونك أ تساوي 3 في 2 هي 6. أو نحسب بطريقة ثانية، طريقة أخرى، عندنا أ تساوي 3 عامل 8 ناقص 6. كنقوم بنشر هاد العدد على الفرق، يعني ناخد 3 نضربها في 8 ثم 3 نضربها في 6 تصبح 3 في 8 وما نساش عملية الطرح ناقص 3 في 6. دونك أ تساوي 3 في 8 24 ناقص 3 في 6 18. ألوغ أ تساوي 6. إذن نفس النتيجة. نمرو إلى الإكسبرسيون ب. ب تساوي 2.3 نضرب في 6.4 زائد 3.6 بنفس الطريقة. سواء أنني نحسب الطريقة الأولى نحسب ما بداخل القوسين هو الأول، إذا 2.3 نضرب في 6.4 زائد 3.6 تساوي 4 زائد 6 12. أكتب 0 وأحتفظ بواحد. الفاصلة 6 زائد 3 9 زائد الاحتفاظ هي 10، إذا 10.0 يعني 10. ألوغ بي تساوي 2.3 إلى ضربتها في 10. لاحظ مني تنضرب عدد عشري في 10 أوزح الفاصلة برتبة نحو اليمين، إذا تصبح 23. طريقة هذه الطريقة واحد. طريقة اثنان غادي نقومو بالنشر. ب تساوي 2.3 في 6.4 زائد 3.6. إذا ب تساوي غادي ننشر هادي هنا تعطيني 2.3 في 6.4. لاحظوا هنا لدي عملية الجمع، دونك ندير زائد ثم 2.3 كذلك نضربها في 3.6. 2.3 في 3.6. دابا يكفي أنني نحسب هذا الجداء
ثم نحسب هذا الجداء ونقوم بالجمع ديالهم. Alors je passe à l'exercice 3. Complétez les égalités. Regardez ici. Complétez les égalités suivantes. عندنا 7 على 49. 7 على 49 تساوي 1 وقلينا بحيث على المقام. هنا باش نعرف المقام تنلاحظ ان 7 اصبحت لي 1. كيفاش مريت من 7 ل1؟ اذا هنا كنلاحظوا بان العدد صغار، من 7 رجعت لينا 1، دونك العدد تختزل. اذا درت عمليه القسمه. علاش غادي نقسم 7 باش تصبح لي 1؟ كنقسمها على 7، وبالتالي كذلك المقام غادي نقوم بالقسمه ديالو على 7. اذا 49 الى قسمت على 7 تصبح 7. العدد الثاني عندي 12 على 84 اصبحت لي هي عطوني ثاني بس 48، قال لي بحيث على المقام. لاحظوا هنا من 12 ل 48 العدد كبار، اذا تضاعف. اذا هنا درت عمليه الضرب. شنو العدد اللي ضربت فيه 12؟ اللي ضربت فيه 12 باش صبحت لي 48. اذا هنا ضربت هذا العدد في 4. لاحظوا 4 في 2 تساوي 8، 4 في 1 4، اذا 48. وبالتالي كذلك المقام ساقوم بضربه في 4. باش نحصل دائما على التساوي خصني نضرب البسط والمقام في نفس العدد. كذلك بالنسبه للقسمه سنقسم البسط والمقام على نفس العدد باش كنحصل على عدد اخر يساوي. اذا 84 في 4 تساوي 336. ثم بقات لنا وحده 5 على 4 تساوي، عطوني هنا 100. اذا كنلاحظ انني من 4 ل 100 دونك درت عمليه الضرب. ضربت هنا في 25، الوغ حتى 5 خصني نضربها في نفس العدد اللي هو 25، وبالتالي 5 في 25 تساوي 125. اذا الطريقه سهله. جو باس ا ليكزيرسيس 4. ديفلوبي سيت اكسبريسيون. ديفلوبي هي انشر. عندنا لو ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون، النشر والتعميل. لدينا جي تساوي 6 عامل ل اكس ناقص 12. دونك ملي كنقوم بالنشر يعني غنقوم ناخذ هاد 6 ثم نضربها على نوزعها على هاد الحدين بجوج. دونك جي تساوي 6 اكس، يعني 6 في اكس ناقص، هنا عندنا ناقص، دونك هنا ناقص 6 في 12. الوغ جي تساوي 6 اكس ناقص 6 في 12 72. اذا هنا قمنا بالنشر. ليكزيرسيس او بيان لا كيسيون 5 سي لانفيرس، العكس. قال لنا فاكتوريزي سيت اكسبريسيون، عطونا واحد ليكسبريسيون ا اللي هي ديجا منشوره وقال لنا نعملوها. دونك ا تساوي 7 في ا زائد 7 في اكس. باش كنبغي نعمل خاصني نلقى واحد العامل مشترك بيناتهم. الى لاحظنا هنا كنلقى 7 هي اللي كتكرر ليا، 7 تكررت ليا مرتين، اذا 7 هي اللي غادي نعمل بها. ا تساوي 7 عامل لي ا، نلاحظ من هنا خدينا ا، عندنا عمليه الجمع، زائد هنا خدينا 7 بقات لينا اكس. دونك ليكسبريسيون هي هادي، ا تساوي 7 عامل لي ا زائد اكس. سؤال 6، كالكولي اي سيمبليفيي سي بوسيبل سي زيكسبريسيون. هنا قال لنا احسب ثم
بسط simplifier بسط سي بوسيبل اذا امكن اذا امكن. دونك عندنا العمليه الاولى 3 على 4. دونك هذا السؤال خاص بالاعداد الكسريه لي نومبر فراكسيونير. هنا باش نقوم بجمع عددين كسريين ضروري خص يكون عندهم نفس المقام. الا كان عندهم نفس المقام يكفي انني نحسب مجموع البسطين. اذا غادي ندير 3 زائد 5 الكل على 4. مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري مجموعه هو مجموع البسطين وبسطه هو نفس المقام. اذا تساوي 8 على 4. قال لنا بسط 8 على 4 راهي 2. نمشيو للعملية الثانية 12 على 7 ناقص 5 على 7. اذا هنا لدينا الطرح. اذا نفس القاعدة بالنسبة للجمع، فرق عددين كسريين هو عدد كسري بسطه هو فرق البسطين. دونك ندير الفرق ديال البسطين ثم نحتفظ بنفس المقام. تساوي 12 ناقص 5 7 على 7. 7 على 7 هي 1. واخيرا لدينا 2 على، لاحظوا العمليه الاخيره هي هذه، 2 على 3 زائد 1 على 15. اذا هنا عندنا عمليه الجمع ولكن العددين ليس لهما نفس المقام، ضروري نوحد المقام. ولكن هنا سنلاحظ بان 15 هي مضاعف لثلاثة. اذا غادي نحتفظ بهذا العدد ونمشي نوحد المقام لجوج على ثلاثة. ثلاثة باش تصبح لي 15 خصني نضربها في 5. اذا غنضرب البسط والمقام في 5. 2 في 5 على 3 في 5 زائد 1 على 15. 2 في 5 هي 10. 3 في 5 15 زائد 1 على 15. لاحظوها مصبح لنا نفس المقام. اذا هي 10 زائد 1 الكل على 15. 10 زائد 1 هي 11 على 15. اذا هذا العدد هو غير قابل للاختزال، نحتفظ به بحال هكذا.